الراجل المخضرم عنده حنكة سياسية، عنده تطلع لرفع اقتصاد مصر وقيادة مصر. الببلاوي من الشخصيات المعروفة على المستوى العربي على المستوى المصري. الببلاوي قديم جدا وعارف طبعا خوارج مصر ودواخل مصر، ويقدر يقدم للبلد فوائد كثيرة جدا. طبعا مشاريع اللي بتقوم في قناة السويس، المشاريع الجديدة اللي بتقوم في البلد، إسكان الشباب، فاهمني؟ فالببلاوي طبعا أكيد أكيد هيقدم حاجة كويسة للبلد بإذن الله. والرئيس الشرعي لجمهورية مصر العربية هو الرئيس الدكتور محمد مرسي عيسى العياط، وهو الوحيد الذي من حقه أن يعين رئيس وزراء، ومن حقه أن يوافق على الوزراء المعينون. تعيين غير شرعي طبعا، لأن احنا بندافع دلوقتي عن الشرعية وعن الرئيس محمد مرسي اللي جاء عن طريق الانتخاب، لأول مرة تحصل في جمهورية مصر العربية يجي عن طريق رئيس شرعي منتخب من قبل الشعب. فكل الحاجات اللي بيعملها دي كلها غير شرعية، وكل الشعب غير معترف بها طبعا.